بعد تقديمي التهنئة الذين سهروا على هذا اللقاء وبعد تقديم الدعم والمساندة لكل المجهودات التي يبذلها الزملاء، بغيت سيد الرئيس نخرج خارج موضوع هذا اللقاء، استأذنكم في ذلك. واحد الايام يعني استفزني واحد امين عام لحزب كبير، حزب نحترمه، واستفزني الكلام الذي تفضل به هذا الامين العام المحترم في اجتماع لمجموعته النيابيه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. صدق الله. اذا في اطار هذا التدافع الديمقراطي الحواري لا سمحت لي سيد الرئيس، أود أن أبدي لبعض الملاحظات، لأنه ما دائما حزب يمارس السياسة بعفة، منهم بتواضع، وكنسمحوا في الحق ديالنا، ويقال فينا الشيء الكثير الذي لا نعقب عليه. اليوم من روحي هذه الآية الكريمة ومن وحدي الأجواء ديال التدافع وديال الانتصار في الحقيقة. إذا لابد خاصة أمام شباب الحزب أن أبدي هذا الصباح سيد الرئيس في بعض المرات. إذا هذا الحزب ديالنا حزب كبير، حزب تاريخي، حزب وطني، حزب كان حاضرا بقوة في كثير من محطات التطور السياسي ديالنا. باش ما نطولش عليكم، وأنا أوجه رسائل لأصدقائنا في العدالة والتنمية. إذا في المرحلة اللي كان فيها الحزب خارج الشرعية، وكان فيه اتصالات مع الإدارة ومع السلطات، وصلوا إلى توافق، كان من مقدماته هذا التوافق نشر بلاغ وبيان للجماعة تعلن فيه كثير من المواقف، خاصة لبن هذه النور بالسكر الشرعية والقانون إلى آخره. باش نقول لمن يعنيه الأمر أننا لسنا حزبا إداريا كما قال، احنا الوحيدين اللي خرجنا هذه الإدارة. كل حتى أحزاب المعارضة وصحف المعارضة لم تتجرأ على إصدار، لأن البلاغ نشر في صحيفة الميثاق الوطني اللي كانت ناطقة باسم التجمع الوطني الحراري. هذا البلاغ هو بداية الولوج للشعب. وتكلمت الدنيا حيت السلطات الحاكمة وقتها ما كانتش كتصور أنه هذا المشروع. إذا أستاذ الكرام بكل موضع تعتقد في تلك الظروف الصعبة أن حزبا إداريا يمكن أن يقدم على مشروع هذا البيان؟ أترك لك الجواب. ثانيا كتقول، وهذا من حقك، انه ما كاينش حتى شي مبرر موضوعي باش يكون شي تشنج وشي عداوه مع حزب التجمع الوطني معك. وانا اوافقك تماما، لانه ماشي من هذا البلد. بغيت نذكر اللقاءات التي شارك فيها المرحوم الخطيب وقيادات من حزب، وما زال بيت سعيد العثمان شاهدا على لقاءات ماراثونية
بيننا وبين حزب الاستقلال وبين عدالات. إذا التجمع الوطني المحرر دائما دائما في اللحظات العسيرة. نعم سيدي. شكرا للسيد الرئيس يذكرني كذلك أنه بعد الأحداث الأليمة الإرهابية التي عشتها بلدنا والمناحية الضاغطة والألم اللي كانت في شعر المغاربة كان هناك توجه قوي قوي لمنع أو لحل حزب العدالات. إحنا الوحيدين الذين انتصرنا لحق هذا الحزب في وجوده. وأتكلم تحت رقابة السيد رشيد طبي كنا جميعا في الحكومة. حقيقة ودافعنا واستمرنا. وهذا الشيء ما تنقولوش من باب المنع. لا من باب احنا دائما حزب كان عنده هذا الموقف. سيد عثمان تدخل لكي لا يمنع اتحاد شركة الكون الشعبي. وباش ما يتحلش الحزب الشيوعي المغربي. هذا قدر. ثانيا وبسرعة باش ما نطولش لأنه هذه الحكاية ديال الحزب الإداري احنا زعما أولا لا تعني شيء اليوم. احنا في ديك الوقت راه مش احنا اللي كنا كنهضروا مع الإدارة. بالعكس حنا بنين اشتغلنا الله ضبط الإدارة وتحملنا وتحملنا. ثانيا وحنا ارتأت الإرادة السياسية في بلادنا أنه إزاء الكتلة تنشأ وحتى كتل اسمه الوفاق الوطني. كون كنا حزب إداري كنا ندخلوا لهذا الوفاق الوطني ونمشيو حيط حيط مع الناس. رفضنا ندخلوا لهذا التكتل السياسي. كون كنا حزب إداري كان خصنا نمتثلوا. بعض الكلمات اللي كان حكي لكم عليها خاصة الشباب ما كانش فيها هذا الجو ديال كان فيها أسلوب ديال التصفط يقوم يقوده سي درس المصري رحمه الله. فإذا هذا الكلام هذا الدولة محطة ثانية. من بعد ما رفضنا دخول هذا التحالف اللي قررته الإدارة اللي تعاطونا مع مجموعة ديال الأحزاب حيت راه هذا الشيء كنقولوا بسرعة خصكم تتحضروا الثمن السياسي اللي كنا كندفعوا وشحال تكرفصنا في الانتخابات اللي جات موراها وما تم داخل هذا. نبغي نقول لكم ان في اللجنة الوطنية ديال الانتخابات سي محمد بن صبر رحمه الله سي عبد الرحمن يوسف خالد السيد رئيس المصري دفاعا عن التجمع نصح ما تكلمش لانه البشاعات والمظالم اللي تعرضنا لها كانت بواحد الدرجه مخيفه وغادي نرجعوا نتكلموا عليها في محطات اخرى. ثم في المراحل التمهيديه لما يسمى اليوم يعني اللي جينا من سنة ومن سعد الرحمن لهنا كانت واحد المحطة مهمة جدا ولا بد سي طبي يذكر التفاصيل. كنا على موعد مع انتخاب رئيس مجلس النواب وكان مرشح الدولة شخصية قانونية معروفة وكذا. حنا قررنا في اجتماع تاريخي بالمكتب التنفيذي في الوقت كان سي هذا السويطة السيد عبد الواحد رضي الله عنه ضد على إرادته كان واحد المرشح تدعمه جهات الماء. فهذا التصويت كان هو الإرهاسات الأولى لدينامية جديدة في لبنان اللي هي دينامية جابت التنوع وجابت عبد الرحمن إلى آخره. فهل تعتقدون أنتم بعد شباب الحزب وإخواننا في كثير من الأحزاب خاصة في العدالة والتنمية أن الحزب اللي يقوم بهذه التضحيات وبهذه المواقف هو شيء اسمه قال الحزب الإدارة. أنا شخصيا لا أعتقد ذلك ومن باب التعفف ما نقولش شكون اللي كيتواصل وشكون اللي كيتواصل مع الإدارة وشكون اللي كان كيشتغل معها في ديك اللحظة. احنا اليوم من خلالكم نواصل مسار حزب حاول دائما أن السياسة تمارس بنور أن السياسة تمارس بأخلاق ولكن اليوم إلى صباح الوقت اللي يخصم كل في حقائق الناس لأنه نخبة توزع صكوك الغفران هذا وطني هذا مش وطني هذا حزب إداري هذا ما
الشعبي على حزب الأنبياء على حزب ثم أحسن تأكيد هادشي اللي تنقولوه هو ما يواصله السي عزيز المجد من خلال رئاسته لهذا الحزب. احنا ملي كنا واش كان شي حزب إداري في الثمانينات كلو رشح واحد الشاب اسمه راشد طفل أو واحد الشاب اسمه محمد كدار أو الزروالي أو كذا وجايين من مغرب العمق. احنا للأسف الشديد أحيانا كنكونوا ضحية واحد في الإعلام ما كنتكلموش. واليوم بغي نحييكم جميعا وبغيت تشعروا بالافتخار بانتمائكم لحزب كبير لحزب لعب أدوارا وكان عنده الشجاعة والاستقلالية باش يتخذ مواقف قوية وقوية جدا في مراحل أسيرة. شي نهار يكون عندنا الوقت نهضرو شنو درنا في الأمور الحقوقية والحريات وشنو درنا في الدستور وكيف تصورنا في الدستور وكيف دافعنا على أمور نبغي نقول اليوم أن لا أحد كان يجرؤ في الدفاع عنها لا المناطقة ولا الأمازيغية ولا كثير من الأمور دام في السواق ما كانش. ونبغي نقول كذلك أنه بركة من الصمت للرئيس التجمع الحزبي. احنا نؤمن ايمانا راسخا اننا في الطريق الصحيح ان هذا العمل الذي يقوم به السي عزيز الاخنوش نفتخر به وحنا في الطريق الصحيح. وهذا العمل الذي يقوم به السي راشد الضربي في البرلمان العمل الذي يقوم به الوزراء ديالنا العمل الذي يقوم به رؤساء الفرق ديالنا هم موجودين في الجمعيات. ولكن نحن لا ندعي كمالكم، نحن نواجه ظرفية صعبة، نواجه إكراهات صعبة، كاين اللي داخلية، كاين اللي خارجية، كاين اللي دولية، كاين اللي مناخية، نقول لكم اليوم خصنا واحد النهار في الاجتماع ديالنا ندير واحد التحليل بسيط في الخيال، سيونس فيكسيون، كما جا إن شاء الله هاد الحكومة، وبقينا في التصورات الماضية فينا كلهم، إني ما نبقيش نتخيل الوضع الكارثي اللي نقول. إذا السيد الرئيس أعتذر لكم على هذا الخروج على الموضوع البوليتي. أقول لكم أننا نتشرف وسعداء بأنكم تواصلون هذه الرسالة النبيلة لحزب كبير لحزب تاريخي. نقول السادة النواب والمستشارين ديالنا أننا نفخر بعملكم. وإذا السيد الرئيس نقول أننا سنكون عند الموعد. إحنا ما بقناش الناس في عرب باش يصوفوا فينا. ملي جاب الله هاد النتائج وأنتم السيد الرئيس إلى أصغر مستشار قرر يتحمل المسؤولية باسم التجمع نكافح ونناضل ونسعى نسعى لكي نكون عند الموعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. بإرادتكم وإرادتنا وإصراركم وإصرارنا وتحت قيادة السي عزيز أخنوش سنكون في الموعد. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحباً بك.